مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد. اليوم سوف نتعلم معا حركة هذه الحركة اسمها حركة سوف تجدون اسمها هنا. قبل أن نبدأ أريد أن أوضح فكرة، وهي الحركة إن أردت أن تتعلمها أي حركة كما كان سوف تتعلم بالممارسة والتكرار. لا يوجد شيء يسموه سوف تتعلم الآن، سوف تتعلم مع الممارسة، والممارسة والممارسة حتى تتقن الحركة، ويختلف كل شخص وشخص حسب لياقته البدنية. المهم بدون أن أطول عليكم ابقوا مع التدريب. أول شيء وهما الحركة التسخينية، تقوم بتسخين جسدك جيدا. المهم الجري أو أي شيء تقوم بتسخين جسمك جيدا. المهم حركة تسخينية، قم بتسخين جميع أعضائك. أولا قبل البدء سوف أريكم حركات مساعدة تساعد جسدك كي يتعود على الحركة. الحركات بسيطة، أولا بو شاب، هذه تساعد كي يستطيع حبلك. الحركة التالية المساعدة وهي هذه الحركة، فتح رجليك جيدا، محاولة فتح رجليك. ليس من الضروري أن تكون تفتح رجليك كثيرا، يمكنك القيام بالحركة رغم أنك مثلي. الأداة المساعدة الثالثة وهي هذه، حاول أن تقوم بالبقاء فيها مدة طويلة قليلا، البقاء فيها لمدة قصيرة. فقط هذه الأدوات تساعد كي تكون الحركة أسهل على جسمك. بالنسبة يمكن أن تدخل مباشرة في الحركة بدون هذه التمارين، ولكن هذه التمارين تساعد. الحركة الرابعة المساعدة وهي هذه، تقوم بالقفز ثم فتح رجليك هكذا. الآن نبدأ في شرح الحركة. أول شيء عليك القيام به وهو اليد، توضع هكذا، لا توضع هكذا، تفعل هكذا واليد هكذا، اليد هكذا هكذا. ثم واليد الأخرى هكذا، توضع هكذا، تم هكذا، تم تقوم ب حينما تأتي هذه الرجل إلى هنا، تقوم بعمل هذا ومن تم تقوم بوضع اليد الأخرى هكذا، ليس هكذا، وهذه الرجل في الأسفل وهذه تصعد للفوق هكذا. كيف نعيد؟ في الأول قم فقط بمثل هكذا الحركات ببطء حتى يستوعب جسدك وعقلك أيضا الحركة. فقط بعرض بطيء ثم تقوم بالإعادة والإعادة والإعادة
ومن ثم تقوم بتجربة نفسك هل اقتربت وتقوم بعدم وضع رجليك في الأرض وتحاول كما سوف أفعل أنا الآن. شيء مهم، حينما في الأول سوف تفعل كما أفعل وتسقط وتعيد ومع المدة يجب حينما تقوم بالصعود للفوق يجب أن تكون هكذا يكون هنا هكذا، ولكن في الأول يصعب فعل هكذا، أنا أيضا لا أتقنه، ولكن مع المدة فقط مع التكرار سوف تتعود عليه. هكذا ورجليك منفتحتين، وحينما تقوم بالرجوع في الأول فقط قم كما كانت هكذا أو أي كما كانت، أرغم نفسك على التكرار وحاول أن تقوم بالطريقة الصحيحة. يصعب في الأول ويصعب، ولكن مع المدة سوف يكون سهل. حينما تتعود على الحركة سوف تعود بهذه الطريقة هكذا وأنت في الفوق، ولكن في الأول سوف تأتي هكذا أو هكذا، سوف تكون ويجب يديك أن تتعود على جعل يديك مستقيمة. في الأول سوف مع المدة الاحتراف يأتي مع التدريج. مثلا قم بها يوم واستريح يوم ويوم آخر واستريح يوم أو يومين واستريح يوم، لا تجهد على نفسك فقط مع الممارسة. أعرف أن هناك العديد من يشاهد فيديوهات لرياضيين ويود أن يتعلم بسرعة، أو حينما يجد نفسه يقوم بعمل ويعيد نفس المشكل يستسلم، لا، فقط يجب أن تعرف الطريقة وتحاول أن تتحسن. مثلا في البداية فعلت هكذا، نعم، مثلا سوف تقول مثلا يجب أن أقوم بعمل هكذا، مثلا أن أصعد قليلا للفوق وأعد فقط القليل وأعد مع المدة سوف تكون الحركة سهلة. حسنا، نكمل الشرح. حينما تقوم بهذه الحركة عدة مرات حاول في الخطوة التالية عدم وضع رجليك هنا. أعرف أنها جد صعبة، لكن ليس من الأول، مع الممارسة هكذا، مثل هكذا تقوم بالتحسن. هذا ما أستطيع فيه لحد الآن، ولكن أردت الآن أن أقوم ب أردت الآن أن أقوم بثلاث حركات، ثلاث منها متتالية، وسوف أعطي نفسي مدة شهر وسوف أقوم بتدرب كل يومين وأستريح يوم، فقط نصف ساعة، 20 دقيقة، 10 دقائق، حتى 5 دقائق، لا مشكلة، فقط تدرب قليلا كل يوم أو يوم، نعم يوم لا، حسب رغبتك. لا تتسرع ولا تستسلم، فقط لا تيأس. أغلب يشاهد رياضيين ويشاهد أشخاص محترفين ويقوم بالتجربة، وحينما يشاهد التوتوريال التي توجد في اليوتيوب يقوم بالتجربة يجدها صعبة ويقول ذاك الشخص ليس إنه رياضي ويسهل عليه، لا، إنه في الأول كان مثلك.
مثلا هناك أناس مثلا لديهم لياقة بدنية أفضل مني يمكن أن يتعلموها بسرعة، ولكن أنا ماذا يجب أن أفعل؟ ألا أستسلم وأعيد وأعيد؟ مثلا هناك مثلا شخص لعبها مثلا 1000 مرة وأصبح يتقنها، أنا لعبتها 1000 مرة ولا أتقنها، فسوف أحاول أن ألعبها 10,000 مرة، 100,000 مرة، 1,000,000 مرة. المهم تكرار تكرار، هكذا يأتي الاحتراف في أي مجال في أي شيء. لا تستسلم، إن أردت يجب فقط أن تقول مع نفسك هل أريد أن أتدرب حقا على هذه الحركة، أقوم بتخصيص وقت لها وداوم عليها وسوف تتعلم. لا نستسلم للفشل، الفشل بل نحاول من جديد، فالهزيمة في فقدان الأمل. لا يكفي أن تقول أريد، لا يكفي أن تقول أريد، الممارسة، التكرار تفيد الإنسان، التكرار يفيد الإنسان. أنا جد متعب لليوم، سوف أستريح، ولكن لا تستسلم، لن أستسلم، غد وبعد غد وغد بعد وبعد غد إن شاء الله. في التكرار سوف تأتي، حينما أقوم بثلاثة إن شاء الله سوف أقوم بنشر فيديو كي أبين أن لا يوجد شيء صعب، فقط الممارسة. كان هذا هو الفيديو اليوم، أتمنى أن يعجبكم. Peace.